عروض هنا على الجبنه المثلثات اللبنيتا، ده 48 مثلث، عاملين كام؟ عاملين 150 بدلا من 179، وثمان مثلثات عاملين 31 بدلا من 33.5. مفيش حاجه من ال 24 قطعه. في برضه من كاري 16 مثلث عامل 103، والثمان مثلثات عاملين 52. في من باندا 16 مثلث عاملين 59 بدل من 65، والثمان مثلثات عاملين 30 بدل من 34. ده من باندا. من مزارع دينا الثمان مثلثات عاملين 36. الحلوب الأصيلة الثمان مثلثات عاملين 14.5. وفي من الحلوب الأصيلة ال 32 مثلث عاملين 53. في عروض من فاتيلو على الجبنات. فاتيلو ده جبن دمياطي 900 جرام عامل 211 بدلا من 232. جبن دمياطي. وفي من فاتيلو جبن كريمي ربع كيلو عامل 62 بدلا من 68.5. وفي جبن رومي طبيعي مطبوخ ربع كيلو عامل 82 بدلا من 90.5. في من فاتيلو مشي دمياطي بالقشطة ربع كيلو عامل 31 بدلا من 34. ده مشي ده. في من كاتيلو جبنه براميل اسكندراني اللي هي الصفرا دي، ده ربع كيلو عامل 66 بدلا من 72. في منها براميل اسكندراني وفي منها كوميوتش ربع كيلو نفس السعر 66 بدلا من 72 ربع كيلو. في من كاتيلو ده جبنه ملح خفيف ربع كيلو عامله 74، وفي ملح خفيف 500 جرام عامله 140 بدل من 166، وفي منها لايف عامله 144 بدل من 158. ده كده من كاتيلو. في من كاتيلو جبن دمياطي كامل الدسم ده علبه صفيح 2.5 كيلو عامل 391 بدل من 428. في دونتي فيتا بلس عامله 500 جرام عامله 42.5. في منها بسطرمة وفي منها رومي وفي منها شيدر نفس السعر، وفي منها اصفر فيتا بلس اصفر، وفي منها فلامينج نفس السعر. في دونتي جبنه فيتا بطعم الشيدر نص كيلو اللي هي العادي مش البلس، نص كيلو عامله 38 برضه بنفس الانواع. في منها فيتا بالزيتون وفيتا شيدر وفيتا بطعم الرومي، وفي منها فيتا كلاسيك اللي هي الازرق. في كمان من البلاس بس حجم الكيلو عليه عرض عامل 78 الكيلو بدلا من 82 اللي هو البلاس، بانواع برضه البلاس الرومي والاسطنبولي بنفس الانواع اللي قلنا عليها. العادي الكيلو عامل كام؟ عامل 74 بدلا من 76 بانواع برضه، لكن البلس عامل 78 بدلا من 82 في حجم الكيلو. في المراعي ده كريمة خفق 200 جرام او 200 مللي عاملة 76 بدلا من 55. وفي كريمة طهي نفس السعر برضه، أو الطهي 200 مللي عاملة 46 بدل من 55 للمراعي. في للامار كريمة خف أو طهي 200 مللي عاملة 54 مفيش عليها عرض للامار. في للمراعي على كريمة الطهي أو الخف بس حجم ال 500 مللي عامل 109 بدل من 125، 109 بدل من 125. وفي حجم الكيلو عليه برضه عرض سواء طهي او خفق كيلو عامل 189 بدلا من 225. يبقى الكيلو 189، نص كيلو 109، ربع كيلو 46. مش ربع كيلو 200 مللي اصلا 46. طب نشوف عروض اللانشون عشان ايه برضه المدارس، عودة المدارس.
في لانشون من مفازة الأول عشان حد كان سايني على منتجات مفازة. لانشون مفازة ده لانشون دجاج جريل رول ده 250 جرام عامل 82 بدلا من كام؟ بدلا من 88. سواء بقى كان دجاج أو زيتون دجاج أو دجاج فلفل أو دجاج سادة نفس السعر ربع كيلو عامل 82 بدلا من 88. معلش في الكلام وفي التصوير عشان الدنيا زحمة جدا بصور بالعافية. في من أطياب بقى لانشون زيتون من أطياب ربع كيلو عامل 69 بدلا من 83. وفي من أطياب سادة وفي زيتون نفس السعر. في من نفازة فران لحم بقري مدخن ربع كيلو عامل 97 بدلا من 99. في دجاج مدخن من مفازة فرانك دجاج مدخن ربع كيلو عامل 89 بدل من 95 اللي هو الدجاج المدخن. لكن البقري المدخن ربع كيلو عامل 97 بدل من 99. بعد لكم تاني عشان يتلخبطوا في حاجة. فنشوف بقى منتجات المراعي. المراعي هوت دوج 240 جرام ثلاث قطع بسعر قطعتين عامل 185 بدل من 196 او يعني ثلاث قطع بسعر قطعتين. القطعة 240 جرام. طب المراعي فرانك بقري 150 جرام برضو نفس العرض ثلاث قطع بسعر قطعتين 119 بدل من 135. القطعة عاملة 150 جرام لكن ده القطعة عاملة 240 جرام. المراعي لانشون بقري سادة ربع كيلو عامل 66 بدل من 85. منتجات بقى حلواني. حلواني هوت دوج بقري 500 جرام عامل 100 وكام 108 بدل من 136. لا وفي حلواني فرانك بقري 200 جرام عامل 59 59 بدل من 65. الدوشه من اللي ورايا ملخبطاني معلش عشان كده بعد لكم تاني. في حلواني قلنا على العرض ده اللي هو اللانشون بقري سادة ربع كيلو عامل 73 بدل من 94. وفي بقري زيتون نفس السعر. وفي دجاج سادة نفس السعر 73 بدل من 94 ربع كيلو. في الوطنية فوق يا لانشون بالزيتون او سادة عامل كامل 500 جرام عامل 113 والربع كيلو عامل 63 مفيش عليه عروض هو سعره كده. والكيلو عامل 219 يبقى الكيلو 219 والنص كيلو 113 وربع كيلو 63 وده من الوطنية مفيش عليه عروض. 100 لان ده من 750 ل 800 جرام عامل كام 114 ومن 350 ل 400 جرام عامل 60 ممتاز.